السلام عليكم ورحمة الله. منتصف ليل تونس في عناوين أخباره الليلة مشاهدينا: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته برمته، ووزيرة العدل تؤكد أن الغاية منه تنفيذ مشاريع وطنية وتدعو إلى إنجاح مسار الصلح الجزائي. في يوم مشاركته الثاني ضمن أشغال منتدى دافوس، رئيس الحكومة يشارك في حلقة نقاش حول التوجهات العملية ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويلتقي مسؤولين وسياسيين ورجال اقتصاد عربا وأفارقة وغربيين. مجازر المحتل في غزة مستمرة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف آلياته الغاصبة وسط القطاع وشماله، موقعة قتلى وجرحى في صفوفه. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء. بحضور وزيرة العدل والوفد المرافق لها، صدقت جلسة البرلمان العامة الأربعاء على مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 و2000 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وتقرير الجلسة لمفيد المجري. تحت قبة البرلمان وإثر استئناف النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 و2000 الخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، صادق النواب على مشروع القانون برمته في صيغته المعدلة، وذلك بعد أن رفضت وزيرة العدل ليلى جفال المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب أمس إلى جهة المبادرة لإمكانية إدراجها ضمن فصول مشروع القانون، ما استوجب رفع الجلسة وتأجيلها إلى اليوم. درسناهم احنا مقترحات التعديل وشفناهم، الحقيقة أنا شفتهم خرجوا بينا على المسار الصحيح متاع الصلح الجزائي. احنا الصلح الجزائي كمشينا فيه، شنو هي الهدف منه المشروع هذا، وشنو هي الهدف من التنقيح؟ الهدف من التنقيح هو حوكمة المسار متاع الصلح الجزائي وتسهيل الإجراءات وتحقيق زادة ضمانات. كما تمسكت وزيرة العدل بعدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات التعديل التي تم على إثرها رفع الجلسة سابقا، مشيرة إلى أن هذه المقترحات منها ما يساهم في طول آجال مسار الصلح الجزائي وعرقلته، وأخرى مست عمق الصلح الجزائي وحادت بعائدته عن أهدافها الرئيسية. المقترحات هذه خرجتنا على الصلح الجزائي اللي هو باش يمس البرامج التنموية، واللي هو باش يمس البرامج ذات الأهمية والمصلحة الوطنية. كان عندنا معيار اللي هي الجهات اللي باش تعتمدهم المعتمديات الفقيرة، اللي فقيرة على الأخر المتقع في الفقر، ولينا نلقاو رواحنا في معيار آخر الضعف اللي هو الولايات اللي هي استهلكت الاعتمادات. واحنا نعرفوا الولايات اللي تستهلك في الاعتمادات شكون، الولايات اللي تستهلك الاعتمادات اللي هي عندها مشاريع تنموية في إطار برنامج التنموي، واللي هي عندها آليات لتنفيذك البرامج هذوك. معناتها بالاقتراح هذايا يعني الولايات اللي هي عندها مشاريع تنموية باش تزيد تتحسن وضعياتها، والناس الفقراء المدقعين باش تزيدوا فقرا. ماذا بينا راهو هذايا، راهو الموضوع نتاع الصلح الجزائي راهو ماذا بينا ما ننحرفوش به، رانا خدمناه بكامل الشفافية ولمصلحة الشعب هذايا المفقر. وشددت وزيرة العدل ليلى جفال على أن قانون الصلح الجزائي يعود بالفائدة على الجميع. احنا دخلنا في الصلح الجزائي نحبوا نعملوا مصالحة بين الشعب وبين الناس اللي هي بممارسات غير قانونية وغير شرعية استولت على الأموال الشعب. دونك الصلح الجزائي اللي يعني الهدف منه راهو باش نعملوا مشاريع ذات أهمية وطنية. بالحق خاطر أنا راه الصلح الجزائي هذايا راهو فيه فائدة للمواطن اللي هو مسكين يعاني، ولرجال الأعمال ولا أي متهم آخر اللي هو عنده قضية جزائية ولا عنده حتى موضوع ديواني ولا جبائي ولا كلهم مشاكلهم بتتحل، راه وناس تولي تخدم في سلم اجتماعي وفي أمن اجتماعي. وخلال أشغال الجلسة العامة دعت الوزيرة إلى ضرورة العمل على إنجاح مسار الصلح الجزائي في البلاد لفتح آفاق تنموية أمام الفئات الضعيفة خاصة بالجهات الداخلية. لقاءات ومباحثات عربية وإفريقية وأوروبية جمعت الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمسؤولين وقادة مختلفين ضمن يوم مشاركاته الثاني على رأس وفد تونس إلى المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في دورته الرابعة والخمسين. التقرير لفراس بن سعد.
استهل رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الثاني من حضوره في أشغال الدورة 54 من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بمشاركة في حلقة نقاش حول التوجهات العملية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول الإفريقية وممثلي عديد المؤسسات والشركات الدولية. كما كانت لرئيس الحكومة جملة من اللقاءات والمحادثات، إذ التقى رئيس الوفد الفلسطيني ورئيس الصندوق الاستثماري الفلسطيني محمد مصطفى، الذي أعرب له عن شكر الجانب الفلسطيني قيادة وشعبا على الموقف التونسي المبدئي والداعم للقضية الفلسطينية العادلة في كل مراحل تطورها. ثم تحادث أحمد الحشاني مع رئيسة دولة المجر كاتالين نوفاك في مقابلة مثلت مناسبة للإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في عديد المجالات، لا سيما الاقتصادي والاستثماري والأكاديمي. رئيس الحكومة كانت له محادثة مع نظيره البلجيكي ألكسندر ديكرو، حيث ثمن المسؤولان المستوى الجيد للعلاقات الثنائية على عديد المستويات، وخاصة منها الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات البلجيكية في تونس ودفع تدفق السياح البلجيكيين على تونس. وقد أجرى الحشاني كذلك لقاء مع الوزير الأول الهولندي مارك روت، نوه خلاله الطرفان بالمستوى المرموق للتعاون بين تونس وهولندا في مجالات التنمية المستدامة والتكوين والتمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب وتطوير المشاريع في قطاعات الفلاحة والتصرف في المياه. من جهة أخرى، التقى رئيس الحكومة مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة أنجوزي أوكونجو إيويالا، حيث تطرق الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون بين تونس والمنظمة وسبل مزيد تطويره وإثرائه خلال الفترة القادمة. وعلى هامش مشاركته في المنتدى، جمعت رئيس الحكومة لقاءات مع كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، والوزير الأول الكرواتي أندري بلينكوفيتش، بالإضافة إلى المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شفاب، ورئيس المنتدى بورغي براندا. ومؤكدا دعم الدولة الشباب في مجالات الابتكار والتجديد، التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني بدافوس الشاب التونسي سليم بوعكاز، وهو صاحب مؤسسة ناشئة مختصة في القيس الحيني لنسبة استهلاك المياه، وقد تم اختياره من قبل المنتدى بين أبرز 50 باعث مؤسسة ناشئة شاب في العالم. في نهاية يوم العدوان 103 على أراضينا العربية الفلسطينية وضمن جهد المقاومة، أعلن أبو عبيدة الليلة تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية قصف بصواريخ بحرية على السفينة الأمريكية جينكو بيكاردي بخليج عدن لتصيبها إصابة دقيقة، فيما العدوان الصهيوني الهمجي لا يتوقف على أهالينا في القطاع خصوصا في رفح، مع تعمد الاحتلال الغاشم اعتقال 5 من متطوعي الهلال الأحمر من مقر عملهم بتول كرم منذ قليل. مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية كان أفاد أن بلاده تقدمت بطلب عقد دورة مجلس جامعة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين تنظر في استمرار جرائم العدوان الصهيوني الغاصب. التقرير لوسام جويسم. على مناطق مختلفة من القطاع شن جيش الاحتلال اليوم غارات مكثفة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، خاصة في خان يونس حيث قصف الجيش مربعا سكنيا شرق هذه المدينة، كما كانت جباليا والأطراف الجنوبية لمدينة غزة ومخيم البريج ودير البلح وغرب رفح هدفا أيضا للقصف الوحشي للمحتل. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 163 شهيدا خلال 24 ساعة. في ظل هذا القصف الجوي والمدفعي على القطاع، أعلنت المقاومة التي تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال عن استهداف مقر قيادة المحتل بصاروخ جنوب خان يونس، كما استهدفت قوة مترجلة من جيش الاحتلال وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح في مدينة غزة وقتلت كذلك جنديا.
وشمال غرب المدينة أوقعت المقاومة قوة خاصة للمحتل في كمين داخل أحد المنازل واستهدفت دبابة بقذيفة، وقد سبق ذلك إعلان المقاومة تدميرها أيضا ناقلة جند بقذيفة شرق أحد أحياء المدينة، كما تمكنت المقاومة من السيطرة على طائرة مسيرة شرق غزة. خسائر أخرى كبدتها المقاومة لقوات الاحتلال بتدميرها 6 دبابات من نوع ميركافا وناقلة جند وأيضا جرافة تابعة للمحتل في مخيم المغازي، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا شرق مخيم البريج، كما استهدفت المقاومة وقتلت عددا من الجنود في عمليات مختلفة. المشهد المروع والمأساوي في غزة تجددت معه الدعوات للوقف الفوري للجرائم في القطاع، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما دعت إليه أيضا جامعة الدول العربية التي أكدت ضرورة وقف آلات الحرب فورا في قطاع غزة والسماح للمنظمات الأممية بالعمل بشكل آمن لدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل كاف ومستدام. وفي الضفة الغربية المحتلة التي تتصاعد فيها أيضا وتيرة انتهاكات المحتل واعتداءاته على الفلسطينيين، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في طول كرم ونابلس، وكان مسعفون أعلنوا في وقت سابق عن استشهاد 9 فلسطينيين في غارات جوية شنها طيران الاحتلال على موقعين بالضفة الغربية. وقالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن 5 من أعضائها استشهدوا في إحدى الغارتين. وقد جاء عن المتحدث باسم الحوثيين أن ما يدور في البحر الأحمر هو ضغط لوقف الحرب على غزة، وأن تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية عالمية لا يثنيهم عن دعم فلسطين، فيما دعت منظمات إغاثة إنسانية يمنية ودولية إلى وقف التصعيد في اليمن والمنطقة حتى تواصل عملها من أجل إنقاذ الأرواح. التقرير لسنا بالحاج نصر. على خلفية التطورات المتنامية في البحر الأحمر وإعراب المبعوث الخاص لليمن عن قلقه من ذلك داعيا إلى تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع أو زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن والمنطقة بأكملها ليلة أمس. استمع خلالها أعضاء المجلس إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وقد أبدى عدد من أعضاء المجلس قلقهم إزاء الوضع الإنساني وعواقب السياق الأمني المتدهور بسرعة في البحر الأحمر والهجمات التي أدت إلى تعطيل الملاحة في الممر البحري الدولي. وفي سياق متصل عدد واشنطن إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية، وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف والذي سيسري لمدة 30 يوما لتقليل أثار هذا القرار على الشعب اليمني وإجبار الحوثيين عن الابتعاد عن إيران. يأتي هذا بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات جوية إلى مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. في المقابل اعتبر المتحدث باسم الحوثيين أن الولايات المتحدة تستخدم قضية التصنيف لأغراض سياسية، مضيفا أن ما قام به الحوثيون في البحر الأحمر هو نوع من الضغط لوقف الحرب على غزة، مشددا على أن هذا التصنيف لن يثني الحوثيين عن دعم فلسطين. ومن جانبها تعتزم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال ما لا يقل عن 3 مدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي إلى البحر الأحمر في إطار البعثة البحرية لضمان أمن الملاحة وحماية السفن التجارية من الهجمات المتزايدة عليها. هذا وقد حول العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدا عن البحر الأحمر. وعلى إثر سلسلة الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على ما اعتبرتها مواقع عسكرية للحوثيين، أبدت 10 منظمات غير حكومية يمنية ودولية عن قلقها البالغ من تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني. في جولة الخبر الرياضية، تغيب اللاعب طه ياسين الخنيسي عن باقي مشوار النهائيات الإفريقية بالكوت ديفوار إثر تعرضه لإصابة ثلاثاء خلال المقابلة التي جمعت المنتخب التونسي بنظيره الناميبي في أول لقاء له ضمن كأس الأمم الإفريقية.
الفحوصات الطبية أثبتت إصابة الخميس على مستوى رباط الركبة الصليبي الداخلي، ما سيحرم اللاعب من متابعة المنافسات. بانتصار عريض على نظيره الكيني، بدأ منتخب كرة اليد الوطني مسيرته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بواقع 59 هدفا مقابل 18 خلال مباراة جمعتهما الأربعاء لحساب جولة منافسات المجموعة الرابعة الافتتاحية. للمرة الثانية على التوالي تنتهي رحلة البطلة التونسية المصنفة سادسة عالميا أنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أكبر دورات اللعبة الأربع الكبرى، فيما يلي مشاهدينا تذكير بعناوين الأخبار. المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته برمته، ووزيرة العدل تؤكد أن الغاية منه تنفيذ مشاريع وطنية وتدعو إلى أنجاح مسار الصلح الجزائي. في يوم مشاركته الثاني ضمن أشغال منتدى دافوس، رئيس الحكومة يشارك في حلقة نقاش حول التوجهات العملية ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويلتقي مسؤولين وسياسيين ورجال اقتصاد عربا وأفارقة وغربيين. مجازر المحتل في غزة مستمرة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف آلياته الغاصبة وسط القطاع وشماله، موقعة قتلى وجرحى في صفوفه. تابعوا الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة نشرات التلفزة التونسية بيت التونسيين. في أمان الله مشاهدينا.